أهلا وسهلا بكم، لدينا السعر الجديد للإصدار النهائي من توزيعات أوبونتو 14.04. هذا الإصدار من أوبونتو ينتظره المستخدمون بشغف وحماس كبيرين، لأنه إصدار مدعوم لمدى طويل، وأوبونتو عودتنا أن تكون متميزة وبالأخص مستقرة في إصداراتها المدعومة لمدى طويل. الإصدارات التي يرمز لها بـ LTS كاختصار لـ Long Term Support، الدعم لمدى طويل. هذا النوع من الإصدارات يصدر كل سنتين ويدعم لمدة 5 سنوات. الإصدار 14.04 سيدعم إلى غاية 2019. إذا نستعرض جديد هذا الإصدار، وسأبدأ بالأشياء الظاهرة وننتقل تدريجيا إلى الأشياء التقنية التي ربما لن تهم المستخدمين العاديين. بالنسبة للأشياء الظاهرة، فيمكن أن تلاحظ هنا تحدب في شكل النوافذ من الجوانب هنا، وتلاحظ أيضا غياب إطارات النوافذ. بالنسبة لمتصفح الملفات، يمكن لو فتحناه أن نلاحظ أنه أصبح أكثر انسجام مع السمة العامة للنظام، سمة أمبيانس الخاصة بتوزيعات أوبونتو، السمة السوداء التي تستخدم كسمة افتراضية. فهناك انسجام أكثر لمتصفح الملفات نوتيلوس مع هذه السمة كما تلاحظون. الآن سندخل إلى إعدادات النظام ونرى ماذا يوجد أيضا في إعدادات تشخيص المظهر. بالنسبة للمظهر هنا لدينا كما تلاحظون خلفية جديدة. الخلفية الرسمية أو الافتراضية هي الخلفية التي تقريبا أستخدم حاليا باستثناء الرمز. الرمز هو الخاص بالحيوان الرمز لهذا الإصدار حيوان طاهر، والاسم الرمزي لهذا الإصدار هو تراستي طاهر. لهذا وضعت هذه الخلفية هنا. نعود إلى الخلفيات، هناك خلفيات أخرى أيضا يمكن أن تختاروا منها ما تريدون. الشيء الجديد هو أيضا حجم أيقونة شاشة يونيتي، الآن يمكن أن يصغر إلى غاية 16 بيكسل. في الإصدارات السابقة كان الحجم الأدنى هو 32 بيكسل، الآن يمكن أن تصغره إلى 16 بيكسل في حال كانت شاشة صغيرة، فهذا سيكون مهم. كنت أفضل أن يضعوا هنا تدريجات تمكن من الاختيار بين الأحجام بسرعة، لأني الآن لو أردت أن أعود إلى 32 بيكسل فيجب أن أقدر تماما. الآن 32 بيكسل. ننتقل إلى السلوك، هناك إعدادات السابقة، إخفاء التلقائي، تفعيل مساحة العمل، تفعيل أيقونة سطح المكتب التي تلاحظون الآن، وهناك إعدادات جديدة خاصة بعرض قوائم النافذة. سأشرحها الآن، حيث أنه في الإصدار السابق، الإصدارات السابقة عموما بعد إدراج واجهة يونيتي، حين تفتح برنامج فالقوائم الخاص به توجد هنا في الأعلى. الآن بالنسبة لمتصفح الملفات نوتيلوس، القوائم الخاصة به هنا في الأعلى يمكن التنقل إليها. هناك من لم تعجبه هذه الخاصية، هذه الخاصية تسمى بجلوبال مينيو. قلت الكثير لم تعجبهم هذه الخاصية، أرادوا على الأقل أن تكون لهم إمكانية إلغاء تفعيلها، وكانت هناك عدة إمكانيات لإلغاء تفعيلها عن طريق عمليات أو مناولات يدوية. في هذا الإصدار هذا الخيار هنا يمكننا عن طريق تفعيل في شريط عنوان النافذة من إلغاء هذه الخاصية. الآن تلاحظون القائمة أصبحت في شريط عنوان نافذة البرنامج وليس في الشريط العلوي. هذا شيء جيد، ليس فقط كخاصية وإنما كشيء يدل على أن مطوري التوزيع ينصتون إلى المجتمع الخاص بهم ويقومون بتلبية بعض متطلبات. هذه من الأشياء الجيدة. من الأشياء أيضا التي كانت مطلوبة هو حين تقوم بالضغط على أيقونة برنامج في شريط يونيتي تقوم بفتحه، وحين تقوم بالضغط مرة أخرى ويكون مفتوح تقوم بتصغيره. هذه الخاصية أضيفت أيضا في هذا الإصدار، الإصدار 14.04، لكنها غير مفعلة افتراضيا، تحتاج إلى تفعيلها عن طريق الدخول إلى Compass Config، مدير إعدادات Compass Config، وهنا في إعدادات Unity تنتقل إلى Launcher وستجد هذا الخيار Minimize Single Window Application. نعود إلى كل الإعدادات، لكن قبل أن أمر إلى كل الإعدادات لأستعرض بعض الأشياء الجديدة في إعدادات النظام، سأستعرض خاصية جدا ممتازة أضيفت في هذا الإصدار، وهي خاصية قفل الشاشة عن طريق الضغط على زري ويندوز L ليكون الأمر مشابه لما كنا نراه في ويندوز. ويندوز L تقوم بقفل الشاشة، ومن بعد يمكنك أن تعود إلى الشاشة بعد إدخال كلمة السر الخاصة بك. الآن سأعود إلى كل الإعدادات الخاصة بالنظام وأستعرض بعض الأشياء الجديدة التي غيرت أو أضيفت. بالنسبة لإدخال النصوص، فأتت لتحل مشكلة تغيير اللغة أو لغة الإدخال أو التخطيط. فكان هناك مشكل في الإصدار 13.10 لتغيير اللغات عن طريق الضغط على Shift Alt. الآن يمكن
تغيير اللغات على طريق الضغط على Shift Alt كما تلاحظون هنا في الأعلى، اللغات تتغير دون أي مشكل عن طريق هذه الإعدادات. بالنسبة للإعدادات الأخرى التي لاحظت مثلا في الصوت، لدينا الآن إمكانية رفع الصوت إلى أكثر من 100% بعد تفعيل هذا الخيار، تلاحظون هنا 100% ويمكنك أن ترفع الصوت إلى أكثر من ذلك. هنا عرض أيقونة الصوت في شريط القوائم في حال لم تريد عرض الأيقونة هنا في الأعلى، بإلغاء هذه الخاصية. وأعود لأدخل إلى حسابات المستخدمين لأني لاحظت أيضا بها بعض التغيير وهو خاص بالتاريخ. التاريخ الآن يظهر لك التاريخ الخاص بالمستخدم، لو كنت مدير فيمكنك أيضا استعراض التاريخ الخاص بمستخدمين آخرين. وأيضا هنا لديك إمكانية عرض اسم الولوج الخاص بك في شريط القوائم هنا في الأعلى، تقوم بتفعيل هذا الخيار فيظهر اسم الولوج الخاص بك في هذا الشريط. سنعود إلى كل الإعدادات ونستعرض الآن التفاصيل لنستعرض البرامج الافتراضية هل تغيرت أم لا زالت كما هي. بالنسبة للتطبيقات المبدئية فلا زال متصفح فايرفوكس هو متصفح الويب الافتراضي، ثاندربيرد هو مدير البريد الإلكتروني الافتراضي، جيدت محرر جنوم هو محرر النصوص الافتراضي، ريثم بوكس أنغام هو مدير الصوتيات الافتراضي، وتوتم فينيو هو مدير الفيديو الافتراضي. وبالنسبة للصور لدينا عارض الصور، هذه البرامج لم تتغير، فقط تم تحديثها أو تقنيتها لإصدارات أحدث. بالنسبة لفايرفوكس توجد الإصدار 28، بالنسبة لثاندربيرد الإصدار 24.4 لأنه إصدار مدعوم لمدى طويل LTS وليس الإصدار العادي. بالنسبة لمحرر جنوم فهو يعتمد على إصدار 13 بالنسبة لجميع الأشياء المتعلقة بجنوم أو تأتي من بيئة مكتب جنوم فهي بالإصدار 13 كما تلاحظون هنا. بالنسبة لنوتيليس الذي أيضا يطور من جنوم، بالنسبة لنسخة النواة المستخدمة في هذا الإصدار فلدينا الإصدار 313 من نواة لينكس. هذا الإصدار حديث ليس هو الأحدث لأن حاليا بدأ التطوير في الإصدار 3.15، لكن لا ننسى أننا الآن نتعامل مع إصدار مدعوم لمدى طويل، وأيضا السلسلة التي سيعتمد من نواة لينكس ستكون أيضا مدعومة لمدى طويل. الإصدار الخاص بالنواة بما أنه حدث يعني ذلك أنه يمكن أن يكون هناك إضافة تعريفة جديدة للعتاد، ويمكن أن يكون هناك أيضا تحسين لتعريفات كانت موجودة مسبقا. فمن واجه مشاكل في الإصدارات السابقة من حيث التعريفات يمكنه أن يجرب 14.04، ربما تكون هذه المشاكل قد حلت. شيء مهم آخر لاحظته في هذا الإصدار من توزيعات أوبونتو هو العدد الهائل والكم الكبير من الحزمات التي أضيفت للمخازن الخاصة بالتوزيع. مثلا هناك مخازن جد مهمة بالنسبة للمستخدم العادي، مثلا المستخدم العادي كان يريد تثبيت نسخة فلاش الموجودة على كروم، النسخة التي تدعم اللغة العربية يريد تثبيتها مثلا في كروميوم. الآن تلك الحزمة أصبحت متوفرة افتراضيا في مخزن أوبونتو 14.04، يكفي أن تقوم بتثبيتها بأمرين وانتهى الأمر. هناك أشياء أخرى خاصة بمن يريد تطوير للهواتف المحمولة، لأن الشركة كانونيكال اتجهت الآن للتطوير في مجال الهواتف المحمولة، لديها أيضا نظام خاص بالهواتف المحمولة ولديها أيضا اهتمام كبير بالأجهزة اللوحية. فهناك مكتبات كثيرة جدا متوفرة في مخازن التوزيع لمن يريد التطوير في هذا المجال، ومن يريد أيضا استخدام برامج خاصة بالهواتف المحمولة داخل جهازه. ربما سنتطرق لهذه الأشياء في دروس مقبلة. في الأخير أشير إلى أنه توجد العديد من الدروس في المجمع الخاص بأوبونتو، يمكنكم فقط استخدام خاصية البحث أو الدخول لدورة لينكس، وأيضا في قناة المجمع على يوتيوب ستجدون هنا العديد من الدروس. ولو انتقلتم إلى قوائم التشغيل ستجدون قائمة تشغيل خاصة بأوبونتو، يمكنكم متابعة جميع تلك الدروس منها. أدعوكم دائما كما العادة لمتابعتنا على تويتر، فيسبوك، وجوجل بلس، والاشتراك في قناة المجمع على يوتيوب. وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم. أريد أيضا أن أعرف رأيكم في التغييرات التي طرأت على الإصدار الجديد من توزيعات أوبونتو 14.04. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.